أقول في الآن حدثت بعض الضربات حول مدينة زبيد وداخل مدينة زبيد مما أدى إلى تضرر بعض المباني. بعض المباني حصل لها ضرر في السقوف في التشققات في الجدران. ونحن كهيئة عامة للمحافظة العمدة التاريخية لا نستطيع أن نقوم بأي عمل. شوف على نكش احسن من لو ضربوا داخل جنبنا قريب يروح البيت كله دي. اذا ضربوا انا بابورك انا اللي مسويه. اصبر ضرب مطعم شاقي اثر على منازلنا تشكرا وبعض القدران ميلت من الضرب. وناشد المنظمات الدولية والمنظمات اليونسكو باتخاذ كل الإجراءات لعدم استهداف مدينة زبيد في خلال هذه الفترة التاريخية وحتى لا نفقد مدينة من أهم المدن التاريخية في العالم.